السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. عندنا القوات الروسية النهاردة بتستخدم خطة جديدة في الهجوم على اوكرانيا، والخطة دي مسببة قلق كبير. حاجة تانية، في قبض على جنرال كبير روسي تاني، وهو مش جنرال وبس، ده شخصية كبيرة، ومزيد من الاخبار الهامة. اول حاجة كده خلينا ندخل في جبهة القتال في الحرب الروسية الاوكرانية. حضراتكم عارفين ان روسيا مركزة القتال دلوقتي على خاركييف، وان خاركييف دي قلنا قبل كده انها مدينة مهمة جدا، هي تاني اكبر مدينة موجودة في اوكرانيا وليها رموز كتير، وسقوط خاركييف دي حاجة كبيرة جدا لو حصلت. فبالتالي القوات الاوكرانية علشان تعمل دفاعات قوية عززت من مكانها، اخدت مجموعة من القوات من اماكن تانية من الجبهة ودفعتها ناحية خاركييف. فبالتالي النهاردة اصبح التقدم الروسي داخل خاركييف اقل شوية من بداية الهجوم الروسي داخل خاركييف، ولكن لازال القتال مستمر بضراوة كبيرة جدا. النهاردة برضو روسيا لازالت بتتقدم ولكن بشكل أبطأ. فروسيا تعمل ايه بقى؟ روسيا راحت مشكلة هجوم بقوات تانية ناحية سومي، وسومي دي مهمة برضو في اوكرانيا، وسومي مش بعيدة قوي على خاركييف ولكن في مسافة ما بينهم. اشمعنا بقى؟ لان من جهة ان الكلام ده طبعا حضراتكم هو تبع اللي موجود في الاخبار عندنا في نيوز ويك. في نيوز ويك هما بيتكلموا على ان الهجوم الروسي في سومي هيعمل نوع من التقليل من قوات الدفاع ويشتت ويوتر قوات الدفاعية الأوكرانية على طول جبهة القتال. يعني النهاردة روسيا بتهجم في سومي وبتهاجم من عند منطقة سومي، فبالتالي هيعمل زعزعة للقوات الأوكرانية بحيث ان يبقى في حالة تشتت للقوات الأوكرانية، بالإضافة ان في اصلا نقص عددي كبير في القوات الأوكرانية، وده اللي بيدخلنا في المقال اللي اتكلمت عنه الجارديان البريطانية. حضراتكم عارفين ان الجارديان دايما ميالة الى اوكرانيا بشكل غير عادي في اقوالها في مقالاتها، حتى لما روسيا بتعمل انتصار داخل اوكرانيا بتعمل تقدم ما بيكلموش، دايما الجارديان ما بيكلموش ابدا. فنقدر نقول ان الجارديان بتميل بشكل كبير للقوات الاوكرانية، لكن لما الجارديان النهاردة امامكم اهو في المقال بيتكلموا على حاجة كبيرة، بيتكلموا مثلا في مدينة لفيف. لفيف دي مدينة كبيرة جدا في غرب اوكرانيا، ولفيف بيتكلموا يقولك ان كم المقابر اللي موجودة في لفيف وعدد الناس، المقابر اللي هي للجنود الاوكران وعدد الناس من اهاليهم اللي بيروحوا المقابر وبيزوروهم، يقولك ما حسسنا فعلا الكم الكبير ده انه ما لا يقل عن نص العدد من الجنود الاوكران اللي من لفيف اللي راحوا الحرب ما رجعوش. انت متخيل؟ قالك ان نص العدد اللي موجودين في لفيف ما رجعوش الحرب، ماتوا. تخيل مدينة كبيرة زي لفيف. قالك ان الحالة المعنوية للشعب الاوكراني اصبحت سيئة جدا، وان في انتقادات دلوقتي موجودة في الداخل الاوكراني تجاه زيلينسكي. قالك ان فعلا بيقروا فعلا الجارديان ان الاخفاقات الكبيرة اللي حصلت للجيش الاوكراني في الفترات الاخيرة خلت الناس تفقد الامل كان بيقولوا زيلينسكي بتحقيق انتصار كبير وانتصار مطلق. حضراتكم عارفين ان اكتر من مرة روسيا دعت زيلينسكي ان احنا يلا تعالى نقعد نتكلم، وكان في كذا اتفاق في بداية الحرب ورجع زيلينسكي فيها بإملاءات من الغرب. فزيلينسكي النهاردة بيتحدث على ان مفيش اي عملية سلام تتم الا يا اما عملية سلام بكل تشمل كل الاراضي الاوكرانية اما بلاش. فالنهاردة الجارديان بيقولك الكلام ده اصبح النهاردة صعب جدا على ارض الواقع، لان احنا مش شايفين في المقال بيتكلموا على انه مش شايفين ان في بادرة امل ان اوكرانيا تسترد كل الاراضي بتاعتها وتسترد الكرم كمان. ما هو ده اللي زيلينسكي النهاردة بيتكلم فيه، بيقولك لا احنا ناخد كل الاراضي بما فيهم الكرم اما بلاش. فالنهارده في حاله تخبط داخل الشعب الاوكراني، يقول لك ان النهارده جوه اوكرانيا الناس رافضه زيلينسكي ده وما عادوش مؤمنين بيه، ده بالاضافه ان شعبيه زيلينسكي انخفضت. النهارده شعبيه زيلينسكي داخل اوكرانيا 17%. حاليا زيلينسكي انا ما اقدرش اقول عليه الرئيس الاوكراني، قبل كده كنت بقولها، لان النهارده زيلينسكي ما عادش رئيس لاوكرانيا،
رسميا شرعيا فترة ولايته انتهت خلاص. وروسيا اتكلمت، طلع واحد دبلوماسي كبير في روسيا قال والله بقى مسألة شرعية اوكرانيا ديت وشرعية زيلينسكي في اوكرانيا ده شيء ما يخصناش، ده شأن داخلي، الشعب الاوكراني هو اللي يتكلم فيه مش احنا. فالنهاردة من الوارد، هل من الوارد ان، انا بقولش ان ده هيحصل، بس من الوارد ان يكون في ترتيبات ان يتم حل زيلينسكي، يتم طرد زيلينسكي، يتم الانقلاب على زيلينسكي. لان الانقلاب عليه ما هوش انقلاب على رئيس، لانه اصلا زيلينسكي ما عادش له اي شرعيه اصلا داخل اوكرانيا انه هو يبقى رئيس. واصبح زيلينسكي بيشك في كل اللي حواليه. حضراتكم عارفين ان من خبر من اسبوع ان زيلينسكي شال رئيس الحراسات بتاعه، ومن يومين اتنين شال الحارس الخاص بتاعه اللي هو كان فضل ملازمه لمده طويله جدا وكان شبيه اليه شاله. فالنهارده زيلينسكي في حاله من التخبط، الروح المعنوية داخل أوكرانيا أصبحت ضعيفة. نيجي بقى على حاجة مهمة جدا. حضراتكم عارفين أن روسيا ابتدت من سنة 2023 في حملة تطهير ضد مكافحة الفساد، وأولها كانت نائبة وزيرة الثقافة كان اسمها أولجا، وكانت تقريبا مختلسة ما يقرب من 2.2 مليون دولار. الكلام ده في سنة 2023. وجينا سمعنا عن مجموعة من الجنرالات الكبار اللي تم القبض عليهم في الفترة الأخيرة، والناس دي المفروض انها في مناصب كبيرة جدا. اخر واحد فيهم اللي هو اسمه تيمور ده كان صديق الى شيجو، ومن المرجح في اقاويل بتقول ان من ضمن الاسباب ان شيجو وزير الدفاع الروسي السابق اتشال، لان تيمور اللي تم القبض عليه ومختلس فلوس كتيرة ده من ضمن الاصدقاء الشخصيين الى شيجو. النهاردة بقى بيتم القبض على واحد شخصية عسكرية مساعد او نائب رئيس الاركان الجيش الروسي، النائب بتاعه اسمه شمارين، وده رتبته حضراتكم رتبة فريق، مش بكلمك في واحد رتبة لواء حتى، ده في رتبة فريق، رتبة عالية جدا اتقبض عليه. ده يبقى مسؤول الاتصالات الاستراتيجية والعسكرية في الجيش الروسي. انت شفت اكتر من كده منصب حساس؟ طبعا هو ما اتقبضش عليه بتهمة انه هو متجسس ولا اتقبض عليه، لا اتقبض عليه بتهمة انه هو حرامي، بتهمة انه هو سارق ومختلس من الفلوس الخاصة بالجيش الروسي. وقال لك ان طبعا عشان تتم خطوة زي كده اخدوا اذن من النيابة العسكرية ومن الشرطة العسكرية، وتم القبض عليه ومحال في التحقيقات ومقبوض عليه ومحطوط في السجن دلوقتي لغاية شهر يوليو من السنة دي عشان تتم المحاكمة. حضراتكم عشان نقول ان واحد بالرتبة وبالمركز الحساس ده وهو نائب ووزير او رئيس الاركان الجيش الروسي عشان يتقبض عليه، عمرهم ما كانوا هيقبضوا عليه الا ما يكون مسكين عليه ادله كبيره وادله دامغه. فواضح جدا ان اتجاه الجيش الروسي النهارده بيعملوا عمليات تطهير كبيره، مش حتى ما اقولك من الخونه ولا من الجواسيس، لان انا شايف ان حتى اللي بيسرق اللي بيختلس هو لا يقل خيانه عن الجاسوس. هو يعني يا فرحتي ان في روسيا مثلا واحد زي اللي اتقبض عليه ولا واحد زي تيمور عمال يقول بلدي وروسيا وروسكي والكلام ده واحنا ضد التجسس وهو عمال بيسرق في البلد. فده عندنا خبر مهم جدا. ندخل بقى في حاجة مهمة، نيجي بقى عندنا في الحاجة الأخيرة، وهي حضراتكم سمعتوا قبل كده عن ان اوروبا عايزة تاخد الاصول الروسية وتاخد الاصول دي وتشتغل بيها وتدي فلوسها الى اوكرانيا عشان تمول لها الاسلحة، والكلام ده مصار دلوقتي. ولكن الاوروبيين لقوا ان ما فيش حاجة، مش هينفع ابدا ان احنا نتصرف في الاصول الروسية نفسها. طب الاوروبيين بقى عملوا ايه؟ قالك احنا هنتصرف في عوائد وارباح الاصول الروسية اللي موجودة في اوروبا، والعوائد دي 90% منها تروح الى تسليح اوكرانيا، ولكن 10% للصندوق الاوروبي اللي هو الاوكرانيا اللي هو بيطلعوا منها الفلوس والمديونيات لاوكرانيا، فال10% دي تسد. قالك ان الارباح اللي بتيجي من الاصول الروسية اللي موجودة في اوروبا سنويا بتعادل ما بين 3 الى 5 مليار يورو، فبالتالي الفلوس دي بتطلع فلوس كتيرة. امريكا عمالة بتحس اوروبا على انها تستخدم الاصول الروسية، ولكن الاوروبيين قايلين لا، انت يا امريكا اللي تمولي اوكرانيا بالقدر الكبير، ولكن احنا مش هنقدر نستخدم الاصول الروسية. ليه؟ قالك لان ما ينفعش، احنا هنقعد على طاولة مفاوضات ازاي؟ هو بص حضراتكم، ان اجلا او عاجلا هو واضح ان الاوروبيين عايزين حاجة من الاتنين، رغم ان في حشود وعمالين النهاردة تاني بقولها لحضرتك عمالين بيستدعوا من الجنود في اوروبا
وبيحشدوهم استعدادات لحاجة، وفي نفس الوقت شغالين من ناحية تانية على ان وارد ان احنا نقعد مع بعض في طاولة مفاوضات. ولكن الصورة ان النهاردة في عقبات كتيرة من الاتحاد الاوروبي امام روسيا. النهاردة الاتحاد الاوروبي رغم العقوبات ولكن كلهم عاملين حساب ان في يوم من الايام ان في قعدة ما بيننا وما بين روسيا على طاولة واحدة، وان من الوارد ان العلاقات ترجع، والعلاقات الاقتصادية مهمة. النهاردة زيلينسكي، خلاصة الكلام اسمحوا لي اقول لحضراتكم ان زيلينسكي تفكيره واسلوبه ليس تفكير رجل سياسي ابدا ولا رجل دولة ابدا. النهاردة اصبحت من خلال ما انا ذكرت لحضراتكم من كل الصحف الغربية، يعني كل الاخبار اللي انا تناولتها لحضراتكم النهاردة، سواء من الجارديان، من البلوتيكو، من النيوز ويك، سواء من الواشنطن بوست، سواء من الوول ستريت، كلها صحف غربية تبع لحكومات واقفة النهاردة ضد روسيا. كل الصحف دي لما تلخص الكلام النهاردة ان الامل في الانتصار الاوكراني اصبح ضعيف جدا، وان النهاردة الوضع كما هو عليه. روسيا واخدة اكتر او حوالي 17% من الاراضي الاوكرانية، وبمزيد اقعد على طاولة امام الرئيس الروسي، حاول انك انت توجد حل وسط، انت طلباتك ايه؟ مش عايز النيتو، بس هو للاسف ورط نفسه. عموما القعدة مش هتبقى معاه، القعدة هتبقى مع اللي مشغلينه. بشكركم جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. السلام عليكم.